treatment of glomerulonephritis. اول حاجه قبل ما نبدا العلاج بيقول لك لازم تبقى عارف الجلوميرولار ديزيز اللي عندك ده برايمري ولا سكندري. ليه؟ عشان لو برايمري خلاص انت هتخش على العلاج بتاع الكومبليكيشنز والكلينيكال بيكتشر اللي عند العيان، انما لو سكندري انت هتعالج السكندري كوز، وعلاج السكندري كوز ده يعتبر علاج للجلوميرولونيفريتس ذات نفسه. انت لو عالجت السكندري كوز، لو واحد مثلا عنده لوبس واللوبس هي اللي جايبه له النيفريتك سيندروم اللي عنده، لو عالجت اللوبس النيفريتك سيندروم هتتعالج وهكذا. تمام. طيب اول حاجه قبل ما نعمل ديزيز دايركت ثيرابي، يعني قبل ما نعالج النيفريتك سيندروم او النيفروتك سيندروم ذات نفسها، احنا بنعمل حاجه اسمها سبورتيف تريتمنت. سبورتيف تريتمنت يعني بنعالج السايد افكتس او الكومبليكيشنز بتاعه ايه، بتاعه الجلوميرولونيفريتس، اللي هي مينلي الهايبرتنشن، البروتينوريا، والايديما. تمام. طيب في الدياجرام اللي عندنا ده هو بيقول لك، والله يعني هو مجمع لك الحاجات كلها، هنقراهم مع بعض واحده واحده كده. بيقول لك انت ممكن تعمل لايف ستايل موديفيكيشنز زي ايه، مثلا صوديوم ريستريكشن ده عشان الهايبرتنشن، بروتين ريستريكشن عشان البروتينوريا، هيلثي دايت ده عشان الهايبرتنشن، البودي ويت عشان الهايبرتنشن، والاكتيفيتي، السموكينج، كل الكلام ده عشان الهايبرتنشن، الدايوريتكس دي عشان الايديما، الرينين انجيوتنسين اولدوستيرون سيستم انهبيتورز اللي هم الايس واي ار بيز دول عشان البروتينوريا والهايبرتنشن، الكالسيوم شانل بلوكرز دول عشان الهايبرتنشن. في اذر كونسيدريشنز دي بنستخدمها عشان نعالج سايد افكتس للدراجز او سايد افكتس للديزيزز، يعني انتي كواجيليشن ده بنستخدمها لو الالبومين ليفل اقل من 2، تمام، السيرم البومين اقل من 2 عشان بيزيد الريسك بتاع الكواجيليشن، فبالتالي نديهم انتي كواجيلنت كبروفيلاكس عشان ما يحصل لهمش ترومبوزز. الكونتراسبشن عشان هنتكلم تحت، السايكلوفوسفامايد ده تيراتوجينيك، السايكلوفوسفامايد ده اميونو سبريسنت دراج ممكن استخدمه عشان اعالج سام تايبس اوف نيفريتك سيندروم. تمام، فالدواء ده تيراتوجينيك ما ينفعش الست وهي بتاخده تخلف، تمام، فعشان كده لازم نديها كونتراسبشن طول ما هي ماشيه على الدواء. تمام، immunization ليه؟ عشان الناس دول بيبقوا immune deficient، تمام، فلازم اديهم immunization، لازم اديهم امصال، تمام، against ايه؟ against mainly ال encapsulated organisms اللي هي mainly ال strept pneumonia. جميل. بعد كده عندنا disease specific therapy، يعني ايه؟ يعني انا عايز اعالج بقى ال pathophysiology اللي عامله لي النيفريتك سيندروم او النيفروتك سيندروم، اللي هو الموست كومن كوز كان ايه؟ كان اميون، ده اوتو اميون ديزيز، فبالتالي هعالجهم بايه؟ هعالجهم باميونو سبريسنت دراج، هنتكلم عليهم تحت. تمام، كيمو بروفيلاكسز ان انا هدي انتي بيوتكس بس عشان ايه؟ عشان الانفكشنز اللي عندهم، هدي بيس فوسفونيت عشان الكالسيوم القليل ده ممكن يدخلهم في اوستيوبروز، هدي جونادر بروتكشن ده عشان السايكلوفوسفامايد بيبقى جونادر توكسيك زي ما هنتكلم تحت. وطبعا برضو دي حاجه مهمه ان انا قبل ما ابدا علاج عشان انا هعالج باميونو سبريسنتس، فبالتالي هدخل البيشنت اللي هو اميونو ديفيشنت في اميونو ديفيشنسي اقوى. تمام، فلازم اشوف هل هو عنده اي امراض ثانيه ولا لا، لازم اشوف عنده اي انفكشس ديزيز ثانيه ولا لا، يعني لازم ادور على التيوبركلوزز، اعمل سكرينج هيباتايتس بي وسي، الاتش اي في، السترونجلويدز دي نوع من البارازايتس دي بتبقى ديدان. تمام، الديدان دي هي بتثرايف في البيشنتس الاميونو سبريسنت، انما لو بيشنت الاميونيتي بتاعته كويسه مش هتعمل له مشاكل، برده لازم دي ان انا اعمل لها ايه؟ لازم اعمل لها سكريننج. فهو البيشنت قبل ما يبدا اميونو سبريسنتس ايه الريكويرمنتس؟ اهم ريكويرمنت ان نعمل سكريننج لايه؟ للانفكشنز. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. طيب احنا قلنا عايزين نعالج ثلاث حاجات، عايزين نعالج الاديما، عايزين نعالج الهايبرتنشن، عايزين نعالج البروتينوريا. اول حاجه الاديما، الفيرست لاين تريتمنت للاديما هو ايه؟ هو اللوب دايوريتكس. تمام؟ ماشي. نستخدم اللوب دايوريتكس لحد الماكسيمالي توليريتد دوز. جميل. طيب مع اللوب دايوريتكس انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل صوديوم ريستريكشن، اقلل الصوديوم. ليه؟ اما اقلل الصوديوم هقلل الفلويد اللي موجود جوه الجسم، فبالتالي هقلل الاديما. طيب نقلل الصوديوم لقد ايه؟ اقل من 2 جرام بير داي، اللي هو 90 ملي مول بير داي، هي نفس الوحده، بتحفظ الرقمين للاسف، معلش.
طيب لو اللوب دايوريتكس لوحدهم ما نفعوش، ممكن استخدم ميجرز تانية؟ اه هنتكلم عليهم تحت. ماشي. في البوينت دي هو بيقول لك لازم تمونيتور للادفيرس افكتس، يعني اللوب دايوريتكس مثلا بيعملوا ويستنج للبوتاسيوم، فلازم تقيس لهم الليفل بتاع البوتاسيوم. عندك الثايزايد دايوريتكس برضه بيقللوا البوتاسيوم، البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس دول بيزودوا البوتاسيوم. هو اهم حاجه عندنا في الحياه هي البوتاسيوم، تمام؟ فهو اهم ميجر تعملها او تعمل لها مونيتورنج وانت بتدي علاج هو البوتاسيوم ليفل، ماشي؟ لان انت عندك الايس انهبيتورز والاي ار بيز بيعلوا البوتاسيوم، وعندك اللوب دايوريتكس والثايزايد دايوريتكس بيقللوه، فعشان كده البوتاسيوم هتلاقيه بيتمرجح، ممكن تلاقيه عالي ممكن تلاقيه واطي. فده مهم جدا ان انت تعمل له مونيتورنج في عيان في عيان نيفروتيك سندروم ماشي على لوب دايوريتكس او ماشي على دايوريتكس عموما وايس انهبيتورز او اي ار بيز. جميل جميل. بعد كده عندنا الهايبر تنشن. الهايبر تنشن الفيرست لاين تريتمنت بتاعه هو ايه؟ هو الايس والاي ار بيز برضه، تمام؟ التارجت بتاعنا ايه؟ التارجت بتاعنا هو اقل من 130 على 80. بص انت هتلاقي هنا مكتوب 120، 120 ده تارجت سيستوليك بلاد بريشر في العيانين الطبيعيين في الهيلثي ادلتس، تمام؟ العاديين خالص. انما لو ادلت في جلوميرول نفرايتس، تمام؟ ده الريكومندد بلاد بريشر بتاعه يبقى اقل من 130 مش 120، انت معاك مساحه لحد 130. طيب في الاطفال، لا الاطفال ما لهمش رقم محدد، هو بيوصلوا لحاجه اقل من ال 15th percentile. يعني ايه؟ يعني الاطفال الضغط بتاعهم نورمال بيختلف على حسب السن، تمام؟ كل ما بيكبروا في السن كل ما الضغط بتاعهم بيزيد. فعشان كده احنا بنعمل لهم ايه؟ احنا بنعمل لهم حاجه زي حاجه زي جراف، تمام؟ الجراف ده له علاقه بالسن، يعني مثلا احنا بنبقى عامل كده، ماشي؟ ده البلاد بريشر وده الايج، كل ما الايدج بيزيد كل ما البلاد بريشر بيزيد. عشان كده احنا بناخد الجراف ده نحط عليه سن الطفل، يعني مثلا نفرض الطفل هنا 7 سنين، هنا 10 سنين، هنا 3 سنين، ماشي؟ 3 سنين مثلا النورمال بتاعه 80، 7 سنين النورمال بتاعه 100، 10 سنين النورمال بتاعه 110، تمام؟ فعشان كده الضغط بتاع الاطفال مش ثابت، عشان كده احنا بنستخدم لهم الجرافس اللي هي بنعبر عنها ايه؟ بنعبر عنها بالسنتايلز. ليه؟ لان هم متقسمين هنا ده 1 2 3 4 5 لحد 100، فاحنا عايزين الضغط بتاعهم يبقى ايه؟ الضغط بتاعهم يبقى عند ال 50th percentile اللي هو ايه؟ اللي هو الافريج، تمام؟ تمام. طيب لو بيشنت عنده بريتينوريا وما عندوش هايبر تنشن، ده هتعالجه؟ اه هتدي له ايس او اي ار بيز، تمام؟ النقطه دي مهمه. بيشنت عنده هايبر تنشن وبروتينوريا هتدي له ايس واي ار بيز، بيشنت عنده بروتينوريا من غير هايبر تنشن هتدي له ايس واي ار بيز. جميل. بنعمل بروتين ريستريكشن، احنا قلنا اه هنعمل بروتين ريستريكشن بس مايلد، هنوصله لواحد جرام، هنوصل البروتين ريستريكشن اللي هو بيوصل ليه 1 جرام بير كي جي بير داي. الهدف بتاعنا ان احنا نخلي البروتينوريا اقل من 1 جرام بير داي، احنا قلنا ان الفروتيك رينج كان اكتر من 3.5 جرام بير داي، احنا الهدف بتاعنا نقللها اقل من 1 جرام بير داي. هتمونيتور اللابس اللي هو مين لايه؟ اللي هو مين للبوتاسيوم، وفي الاس او ار بيز برضه هتشوف الكيدني فانكشنز الرينال فانكشن تيست. ليه؟ لان هما بيعلوا الكرياتين واليوريا ليفلز، فانت عايز تمونيتور الرينال فانكشنز، لو قالوا عن ليفل معين هتاخده في الفارما توقف الايس والاي ار بيز. هتهولد الايس والاي ار بيز لو والدايوريتكس لو في ريسك للفوليوم ديبليشن، يعني والله عيان عنده فوميتنج، عيان عنده دايريا، هو بيفقد فلويدز، فانت مش عايز تزود له الفلويد لوس اللي عنده اكتر، وهتدخله كده بشوك، هتدخله في هايبوفولميك شوك. فبالتالي لو بيشنت هو اوريدي بيفومت، هو اوريدي عنده دايريا، هو اوريدي عنده اي فلويد لوس من اي نوع، هتوقف له الايس والاي ار بيز وايه والدايوريتكس لحد ما الفوليوم ستاتس بتاعه ترجع نورمال. جميل. النقطه دي مهمه برضه. طيب الايس والاي ار بيز قلنا هم بيزودوا الليفل بتاع البوتاسيوم، طيب هم ليه بيزودوا الليفل بتاع البوتاسيوم؟ عشان هم الدوستيرون انتاجونس، يقللوا الالدوستيرون. الالدوستيرون ايه وظيفته؟ ان هو بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن وبوتاسيوم وهيدروجين ديبليشن، فبالتالي لما اعمل له انهبيشن السولت والووتر هينزلوا في اليورين والبوتاسيوم هيرجع للسيركيوليشن، تمام؟ فبالتالي البوتاسيوم ممكن يعلى. طيب البوتاسيوم ايه اللي بيعلى ده؟ انا ممكن اعالجه ازاي؟ ممكن اعالجه بالبوتاسيوم ويستنج دايوريتكس اللي هم مين؟ اللي هم اللوب دايوريتكس، ماشي؟ او ممكن استخدمه بالبوتاسيوم بايندنج ايجنتس اللي هي كيليتنج ايجنتس، الانسان بياخدها اورالي، دي بتمسك في البوتاسيوم تخلي الليفل 3 بتاعه في السيركيوليشن يبقى قليل. طيب جميل. قال لك عالج الميتابوليك اسيدوزز. ليه؟ لان الاس او اي ار بيز ممكن يدخله في ميتابوليك اسيدوزز عشان بيعملوا هيدروجين ريتنشن، لو دخل البيشنت اسيدوزز عالج. بس الكلام اللي هنا احنا قلناه، احنا قلنا هنا البلاد بريشر الاقل 120
السيستوليك اقل من 120 ده الموست ادلتس، تمام. انما لو واحد عنده جي ام تمام بيبقى اقل من ايه؟ بيبقى اقل من 130 80. نيجي بقى للدياجرام المهم ده، العلاج بتاع الإديمة. احنا قلنا الفيرست لاين ايه؟ الفيرست لاين هو لوب دايوريتكس، ماشي. ممكن نستخدم فيوريزامايد، ممكن نستخدم بيوميتانايد، الحاجات دي كلها لوب دايوريتكس، ماشي. طيب في ريسبونس تمام، مفيش ريسبونس هعمل ايه؟ في ريسبونس تمام، مفيش ريسبونس هعمل ايه؟ والله هزود الدوز، هزود الدوز بتاعت اللوب دايوريتكس لحد ما اوصل للماكسيمال دوز، تمام. الفيوريزامايد الماكسيمال دوز 250 مللي جرام بير داي، البيوميتانايد 5 مللي جرام بير داي. طيب هل تحفظ الدوزز؟ والله المفروض رسميا كل اللي في الكتاب عليك، فانت المفروض تحفظ الدوز. طيب هل تحفظ الدوز؟ والله رايي الشخصي المتواضع، حضرتك عندك القدره انك تذاكر الدرس بنسبه 100% وتحفظ الدوز وكل ده يفضل في دماغك، خلاص احفظه. يعني دي كلها قدرات، عندك القدره انك تحفظ الدوز احفظها، ما عندكش القدره ركز على الحاجات المهمه التانية، تمام؟ تمام. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه لوب دايوريتكس ما جابش نتيجه، هزود الدوز بتاعت اللوب دايوريتكس، ما جابتش نتيجه هحط ثايزايد، ما جابتش نتيجه هخلي الدايوريتكس اللوب دايوريتكس بدل ما هي اورال تمام هخليها اي في لوب دايوريتكس. طيب ما جابتش نتيجه هعمل ايه؟ هزود البيومين، تمام. يبقى احنا بنبدا بلوب، ما جابتش نتيجه هزود الدوز بتاعت اللوب، ما جابتش نتيجه هحط ثايزايد دايوريتكس، ما جابتش نتيجه هخلي اللوب دايوريتكس بدل ما هي اورال هخليها اي في. ليه؟ عشان الاورال دايوريتكس هي محتاجه تعدي وتحصل لها ابزوربشن من الجي اي تي، وفي حالات النفروتك ممكن الاديمه تبقى سو سيفير لدرجه ان يبقى فيه جي اي تي والاديمه، جي اي تي والاديمه دي ممكن تعمل ديكريس في الري في الابزوربشن بتاع الدراج من الجي اي تي، تمام. لان انت تخيل كده الول بتاع الجي اي تي بدل ما هو رفيع، بتاع الانتستن بدل ما هو رفيع، لا الول بقى تخين، فبالتالي الابزوربتيف باور بتاعته تبقى اقل، جميل. فعشان كده الاي في لوب دايوريتكس ممكن تبقى مور افكتيف ذان الاورال لوب دايوريتكس. طيب واخر خطوه ايه؟ اخر خطوه ان انا استخدم الالبيومين. ليه؟ الالبيومين هيزود الانكوتيك بريشر، فبالتالي هيسحب الفلويد اللي موجود في الانترستيشن. طيب اهم حاجه الالبيومين ما ينفعش يتاخد لوحده، ما ينفعش ادي البيومين لوحده، مصيبه سودا، هدخل البيشنت في هايبر فوليميا بالمونري ايديما وهارت فيلير. الالبيومين لازم يتاخد معاه اي في بولس دايوريتك، اي في لوب دايوريتك لازم، تمام، عشان الميه اللي هتتسحب من الانترستيشن تنزل في اليورين، ماشي. كل ده ما جابش نتيجه هعمل ايه؟ هعمل الترا فلتريشن. ايه الترا فلتريشن ده؟ اللي هو دياليسيس، هدخله على مكنه الغسيل هسحب منه الميه اللي عندي، تمام تمام. طيب بعد كده عندنا ديزيز سبيسيفيك ثيرابي اللي هي ايه؟ اللي هي الاميونو سبريسنس. والله بيقول لك الاميونو سبريسنس دي مش ادويه سهله، مش ادويه تديها عمال على بطال، لا هي ادويه مؤذيه، ادويه سايد افكتس بتاعتها غشيمه، ادويه قويه، ادويه بتبهدل العيان، فبالتالي انت ما تديهاش العيان غير لو انت متاكد 100% ان هي هتفيده، ان هي هيبقى ليها لازمه، ما ينفعش تديها غير في مرض سيفير، مرض لو انت سبته هيبهدل العيان، فانت بتدي له ايميونو سبريسنت عشان انت لو ما اديتش ايميونو سبريسنت البيشنت هيتبهدل. جميل. طيب عندنا تو تيرمز، عندنا اندكشن وعندنا مينتنس. ايه الاندكشن؟ الاندكشن ده عباره ان انا بدي الايميونو سبريسنت بلارج دوز لشورت بيريد. طيب لازمتها ايه؟ لازمتها ان انا بخض المرض كده فالاكتيفيتي بتاعته تقل، فبالتالي يبقى لس سيفير، فما يبقى لس سيفير اديله جرعات قليله لفترات طويله، اخليه لس سيفير لفترات طويله لحد ما ايه؟ لحد ما يختفي، يعني المرض كان كبير كده تمام، فانا اما اديله اميونو سبريسنس بليفلات عاليه المرض بدل ما هو كبير لا المرض هينزل تحت كده شويه، تمام، اما ينزل اقلل الجرعه بتاعت الاميونو سبريسنس هيفضل قليل يقل 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 بالتدريج لحد ما يختفي، ده الايديال. يبقى هنا دي مرحله الاندكشن ودي مرحله المينتنس. حلو حلو. طيب اول دواء معانا هو السايكلوفوسفامايد. السايكلوفوسفامايد ده ممكن يتاخد اورال، ممكن يتاخد اي في. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكايليتنج ايجنت. طيب الكايليتنج ايجنت ده يعني ايه؟ يعني والله ده بيمسك في الدي ان ايه يعمل له الكايليشن. الكايليشن يعني بيلزق الدي ان ايه في بعض. يعني بص المفروض الدي ان ايه يبقى الشريط عامل كده، تمام. المفروض الشريط ده بيبقى ماسك في بعض كده، تمام. النيتروجين بيزز اللي ماسكه بالشوجر باوند هو بقى بيعمل ايه؟ هو بيخليهم يمسكوا في بعض كده، بيلزق الدي ان ايه في بعضه في اماكن ما ينفعش يلزق فيها، تمام، فبالتالي بيبوظه،
يعني هو بيخش على الدي ان ايه يخليه يلزق في بعضه كده، لما يلزق في بعضه يتكعور كده، فما يتكعور يموت. طيب هو دلوقتي بيخش على الدي ان ايه بوظه، فبالتالي هو هيبوظ كل الخلايا في الجسم. بس هو هيأثر مينلي على الخلايا اللي بتنقسم اكتر، اللي هي ايه؟ اللي هي الاميون سيلز. الاميون سيلز الريت بتاع البروليفريشن بتاعها عالي، فهو بيموت الاميون سيلز. بيموت انهي سيلز بالذات؟ بيموت الليمفوسايتس. هو مور افكتيف على ايه؟ على الليمفوسايتس. تمام، يبقى نقرا الكلام. هو الكايليتنج ايجنت، بيمسك في البيورين بيزس، ماشي، بيمسك في البيورينز مش في البايريميدينز. بينهبت ايه؟ بينهبت دي ان ايه ريبليكيشن. ليه؟ لان انا الدي ان ايه ريبليكيشن، عشان اعمل ريبليكيشن للدي ان ايه لازم يبقى شريطين مفرودين كده، ما ينفعش يبقوا شريطين عاملين كده. تمام، فعشان كده هو بينهبت ايه؟ بينهبت الدي ان ايه ريبليكيشن، فبالتالي مش هيبقى فيه بروليفريشن دي ان ايه ريبليكيشن. لان انا بعمل نسخ جديده من الدي ان ايه، مش عارف اعمل نسخ جديده، مش هعرف اعمل سيلز جديده. جميل جميل. طيب هو بينهبت الليمفوسايتس يعني التي سيلز والبي سيلز، فهيعمل اميون ديفيشنسي، يعمل ليكوبينيا، يعمل ليمفوسايتوبينيا بالذات، يعمل اميون ديفيشنسي وانفكشنز، خصوصا فايرال انفكشن. ليه؟ لان الليمفوسايتس هي المسؤوله انها تحارب الفايرال انفكشنز. طيب اهم انفكشن بيحصل لها اكتيفيشن ايه؟ هي الهيربس زوستر فايرس. الهيربس زوستر ده اللي بيعمل الشينجلز واللي بيعمل الفاريسيلا. ايه الشينجلز والفاريسيلا؟ الفاريسيلا اللي هو الجدري المائي بتاع الاطفال، والشينجلز اللي هو الحزام الناري. والله الكلام ده بيحصل في الناس الاميونو كومبتنت، الشينجلز والفاريسيلا. انما لو واحد اميونو ديفيشنت، الهيربس زوستر فايروس بيعمل وايد سبريد انفكشن، يجيب له مننجايتس وانسيفالايتس ونيمونيا واسوفيجايتس وكولايتس وسبسس وسبتك شوك، يموته. فعشان كده الموضوع ده خطير. طيب السايكل فوسفامايد من ضمن السايد افكتس المميزه بتاعته هي جونادل توكسيستي. طيب جونادل توكسيستي يعني ايه؟ انا هيدخل البيشنت في انفيرتيليتي، بيأثر على، بيعمل لوس اوف فيرتيليتي اللي هي انفيرتيليتي. فعشان كده انت ممكن يطلب منك نصايح تقولها لفيميل بيشنت داخله على كورس اوف سايكلوفوسفامايد ثيرابي، تقول لها ايه؟ والله هي ممكن تعمل تخلف دلوقتي قبل ما تاخد الكورس بتاع العلاج، ممكن تعمل اللي هي الاوفن فريزنج والحاجات بقى دي. تمام، انت بتشوف الليفل بتاعت ال LH وال FSH قبل العلاج، دول بيز لاين ليك، عشان بس تبقى عارف كميه الجونادال توكسيستي اللي حصلت. هو لا، الجونادال توكسيستي هو بيروح على الاوفري يكسره. تمام، الاوفري ده بيطلع استروجين وبروجستيرون، ماشي، فبالتالي الاوفري لو مات فالاستروجين والبروجستيرون هيقلوا، فالاف اس اتش والال اتش هيزيدوا. ليه؟ لان هو هيبقى فيه لوس اوف نيجاتيف فيدباك، اللي بيطلعوا بالنيجاتيف فيدباك اللي بيعملهم الاستروجين والبروجستيرون على البيتيتري جلاند، فبالتالي ال اتش والاف اس اتش هيزيدوا. ماشي ماشي. طيب الجونادال توكسيستي اكتر امتى؟ بتحصل اكتر لو الليفل بتاع الدراج كان اكتر من 15 ل 20 جرام بير داي. ماشي، الرقم ده يعني انت عايز تحفظ دوز واحده من كل الدوزز دي، احفظ الرقم ده. سايكلوفوسفامايد لو اكتر من 15 ل 20 جرام بير داي، ده بيزود الريسك اوف انفيرتيليتي. طيب الريسك اوف انفيرتيليتي بيزيد اكتر في مين؟ في الستات الكبيره اكتر من 30 سنه. طيب بيعمل حاجه ثانيه اسمها هيموراجيك سيستايتس. ليه؟ لان هو ناتج التكسير بتاعه بيطلع ماده اسمها اكرولين، ماكش دعوه مش لازم تعرف اسمها. المادة دي بتروح على الابيثيليوم بتاع البلادر يكسره، يعمل هيموراجيك سيستايتس ويزود الريسك اوف بلادر كانسر. ماشي. طيب الاورال سايكلوفوسفامايد بيعمل توكسيستي اكتر للاوفريز وبلادر اكتر من الاي في. ليه؟ عشان الاي في انت بتديه على هيئة بولس، بتديه مرة واحدة في الشهر. انما الاورال بيتاخد كل يوم، فبالتالي الاورال ده اي نعم بيتاخد بجرعات اقل من الاي في، بس الاي في بيتاخد مرة واحدة كده، علقة واحدة ايه؟ يخش في الجسم ويطلع وخلاص، مفيش كونتينيوس اكسبوجر له. انما الاورال انت الست او الراجل بياخده كل يوم، فبالتالي الابيثيليوم بيبقى معرض له كل يوم، فاللونج تيرم اللونج تيرم اكسبوجر له ده هو ده اللي بيعمل ايه؟ هو ده اللي بيعمل التوكسيسيتي على البلادر والاوفري. بيعمل نوزيا وفوميتنج، اي اميونو سبريسيف. ما هو السايكلوفوسفامايد ده هو اميونو سبريسيف وانتي كانسر. تمام، يعني هو انتي كانسر واميونو سبريسيف الاثنين. هو عشان انتي كانسر فهو بيعمل فوميتنج، اي انتي كانسر بيعمل فوميتنج. بيعمل فوميتنج اكتر حاجه امتى؟ ما بيتاخد اي في. ليه؟ لان هو بيتاخد اي في بيتاخد جرعات كبيره، الجرعات الكبيره هي اللي بتعمل الفوميتنج. انما التعرض لمده طويله هو اللي بيعمل بلادر واوفيريان توكسيسيتي.
طبعا هو تيراتوجينيك زي ما قلنا كونترا انديكيتد في البريجننسي، ولازم الستات تبقى ماشيه على كونتراسبشن. تمام، بيعمل سعاده سندروم في انابروبريت اي دي اتش سكريشن، هو بيروح على البوستيريور بيتيوتري اكتيفيت الريليز بتاع ايه، الريليز بتاع الاي دي اتش. في ثلاث ادويه عندك في المنهج بيعملوا السندروم في انابروبريت اي دي اتش سكريشن دول. الثلاث ادويه فيهم حرف السي والاس، هم سي سي اس، اللي هم ايه، اللي هم سايكلوفوسفامايد، سايكلوسبورين، واس اس ار اي. تمام، بعد كده عندنا الازاثيوبرين. الازاثيوبرين ده انتي بروليفراتيف دراج، يعني نفس السايكلوفوسفامايد برضه بينهبت البروليفريشن بتاع الاميون سيلز. ده ترو دراج، يعني ايه، يعني هو مش اكتف. امال الاكتف فورم بتاعته اسمها ايه، اسمها 6 ميركابتو بيورين. طيب الميكانيزم اوف اكشن بتاعته ايه، هو بينهبت الليمفوسايت بروليفريشن زي السايكلوفوسفامايد، بس ميكانيزم تاني. هو بينهبت ايه، بينهبت الدي ان ايه سينثيسيس. ماشي، السايكلوفوسفامايد كان بينهبت الريبليكيشن، انما الازاثيوبرين هو ماسك السكه من فوق، بقى هو الدي ان ايه سينثيسيس السيستم بيقف، بينهبت الفوليت ديبندنت دي ان ايه سينثيسيس. طيب بيقول لك ان هو لو اديته مع اللوبيرينول هيعمل سيفير لوكوبينيا. طيب ليه بقى، ايه اللي بيحصل؟ احنا دلوقتي عندنا قلنا ان الازا فايبرين ده ترو دروب بيتحول ل 6 ميركابتو بيورين، ده الاكتف فور. ماشي، المفروض 6 ميركابتو بيورين ده يتكسر لان اكتف فور. تمام، طيب الالوبيورينول ده بيعمل ايه، بينهبت البريك داون بتاع ال 6 ميركابتو بيورين. فبالتالي لو اديت ازا فايبرين مع الالوبيورينول ال 6 ميركابتو بيورين مش هيتكسر، فالليفلز بتاعته هتزيد جدا، اما تزيد جدا تكسر الليكوسايتس بطريقه زياده عن اللزوم، تدخلك في سيفير ليكوبينيا وسيفير نيورو ديفيشنسي. فبالتالي ما تديش الاثنين مع بعض، يعني مثلا واحد عنده نفروتك سندروم وهياخد ازاثيوبرين وجاله جوت، ما تديلوش الوبيرينول، اديله حاجه ثانيه. تمام، طيب السايد افكتس بتاعته، بيعمل امينو سبريشن، بيعمل انفكشن، بيعمل مايلو سبريشن. ليه؟ عشان هو بينهبت الدي ان ايه فورميشن وسينثيسيس، فبالتالي هيعمل بون مارو انهبيشن. ليه؟ لان هو برضه يعتبر انتي كانسر تريتمنت، يعني هو اميون سبريسنت وفي نفس الوقت بالهاي دوز بيبقى انتي كانسر تريتمنت. فكل الدراجز دي هتعمل انفكشن وهتعمل مايلو سبريشن، فتدخل في انيميا ثرومبوسيتوبينيا وليكوبينيا. السايد افكت المميز له هو الهيباتو توكسيسيتي، فعشان كده لازم نعمل مونيتورنج للليفر فانكشنز كل اسبوعين لثلاث اسابيع. طيب بيزود الريسك بتاع السكين كانسرز. ليه؟ عشان هو مع اللونج تيرم بيترسب تحت الجلد، لما بيترسب تحت الجلد بيندوس النيو بلاستيك بروليفريشن بتاع السيلز، ويعمل ايه، بيعمل سكين كانسر. بريدنيزولون ده الكورتيكوستيرويد، ده يعني ده الموست يوزد دراج في الجلوميرولونفرايتس. معظم الريجيمنز بتاعت التريتمنت بتبقى كورتيكوستيرويدز ومعاها واحد من الادويه الثانيه. تمام، مش بيبقى مثلا مش بندي سايكلوفوسفامايد لوحده، مش بندي ازاثيوبرين لوحده، بندي كورتيزون ومعاه حاجه ثانيه. ليه؟ عشان نقلل الدوز اللي بنستخدمها من كل الادويه، فبالتالي نقلل السايد افكتس. طيب البريدنيزولون انا بستخدمه عشان اعمل ريميشن. تمام، غالبا مش بيستخدم في المينتننس، لو استخدمته في المينتننس هستخدمه في فيري لو دوزز عشان السايد افكتس بتاعته. طيب هو له انتي انفلاماتوري افكتس. ليه؟ لان هم بيعملوا انهبيشن للفوسفولايبيز اي 2. الفوسفولايبيز اي 2 ده كان اول انزيم خالص بيعمل برودكشن ليه الليكوترينز والبروستاجلاندنز، فبالتالي هو بيقلل الليكوترينز والبروستاجلاندنز، فبالتالي هو بوتن انتي انفلاماتوري، بيأثر على البي سيلز والتي سيلز، يعني بيأثر على الليمفوسايتس برضه زي الازاثيوبرين والسايكلوفوسفامايد، بس زياده عليهم بقى هو بيأثر على المونوسايتس والنيوتروفيلز. الايفكت بتاعه على النيوتروفيلز هو بينهبت الفانكشنز بتاعتها بس بيعلي النمبر بتاعها، فهو بيعمل نيوتروفيليا. تمام، يعني هو ده الاميون سبريسيف الوحيد اللي بيزود ليفل اوف وايت بلاد سيلز، هو بيعمل نيوتروفيليا، بيقلل كل الوايت بلاد سيلز تايبس ما عدا النيوتروفيلز. طيب سايد افكتس بتاعته قلناها قبل كده، خلاص مش هنضيع فيها وقت تاني. كالسينيون انهبيترز اللي هم سايكلو سبورين والتاكروليموس، دول بيعملوا انهبيشن للانترلوكين 2 فبيأثروا على ال تي سيلز.
انترلوكين 2 ده عبارة عن الاكتيفيتنج سيجنال بتاعت التي سيلز، دي بتبقى موجودة على الماكروفاجز والانتيجين بريزنتنج سيل، دي بتبقى موجودة مع الانتيجين، الانتيجين بريزنتنج سيلز بتبعتها للتي سيلز بتعمل لها اكتيفيشن، فبالتالي انا لما اعمل لها انهبيشن مش هيحصل اكتيفيشن للتي سيلز. طيب هل بيقلل النمبر بتاع التي سيلز؟ لا، هو مش بيأثر على البروليفريشن بتاعها، هو بيأثر على الاكتيفيشن بتاعها بس، وبالتالي هو مش بيعمل ليكوبين، وحتى لو هو مش هيعمل زي الايجنتس اللي احنا اتكلمنا عنها قبله. ماشي، السايد افكتس بتاعته هتلاقي حاجات كتير للاسف، يعني هم حفظوا ومهمين بس هتلاقيهم كلهم يعني حاجات مميزه. الانفكشنز دي مع اي حاجه خلاص مش ماشي، بيعمل انكريز بلود بريشر زي الكورتيكوستيرويدز، بيعمل نيورو توكسيسيتي فبالتالي بيعمل تريمورز، بيعمل هيرسوتيزم وجم هايبر تروفي، بيعمل ديسليبيديميا وانكريزد وديكريزد وامبيرد جلوكوز تولرنس، يعني بيعمل هايبر جلايسيميا، يعني بيعمل هايبر ليبيديميا وهايبر جلايسيميا، بيعمل جاوت يعتبر نيفرو توكسيك، بيعمل مايكرو انجيوباثي يعني بيأثر على السمول بلاد فيسلز، ممكن يعمل مايكرو ثرومبوي. طيب مايكروفينوليت موفيتيل ده برضه انتي بروليفريتيف زي الفوسفونايت، بينهبت الليمفوسايت بروليفريشن، بيعمل تي سيل ابوبتوزس تمام، فبالتالي ممكن يعمل ليكوبينيا، بيعمل مايلو سبريشن وانفكشنز، بيعمل جي اي سايد افكتس تمام، قلنا زي اي اميونو سبريسيف تاني تمام. طيب النوزيا والفوميتنج اللي بيعملها ممكن تقل ازاي؟ لو اديته 4 مرات في اليوم، يعني اما تديه على جرعات صغيره بس كذا مره في اليوم احسن ما تديه على جرعتين كبار تمام. نفس الفكره برضو كانت اما بندي الدواء اي في بجرعات كبيره كان بيعمل فوميتنج، انما لو اتاخد اورال بجرعات صغيره لفترات طويله مش بيعمل فوميتنج، لكن في السايكلو فوسفومايد تمام، وهو تيراتوجينيك برضو زي ايه؟ زي السايكلو فوسفومايد. جميل جدا. عندنا بعد كده الريتوكسيماب ده انتي سي دي 20 مونوكلونال انتي بودي، سي دي 20 ده بيبقى ريسبتور موجود على البي سيلز، عشان كده هو بيكسر البي سيلز. المايكروفيلات الكتير كان بيكسر التي سيلز تمام، الريتوكسيماب كان بي سيلز، السايكلو سبورين والتاكروليمس كانوا بيأثروا على التي سيلز، البريدنيزولون كان دي وتي سيلز ومونوسايتس ونيوتروفيلز، الازيتايوبرين كان ليمفوسايتس عموما بي وتي، السايكلوفوسفامايد كان بي وتي سيلز. جميل. هو كايميريك انتي بودي، يعني ايه كايميريك؟ يعني والله بيتكون من نصين، نص الانتي بودي بيبقى متاخد من الفئران او من الحصنه، والنص الثاني بيبقى معمول بالجينيتك انجينيرنج، بيبقى شبه بتاع البني ادمين، عشان كده ده بيبقى معاه هاي ريسك ان هو يعمل الرجي، ممكن يعمل انافيلاكسس تمام، غير البيور مونوكلونال انتي بودي مش بيعمل انافيلاكسس. طيب بيعمل ايه؟ بيعمل بي سيل ديفيشنسي وبيعمل انتي بودي ديفيشنسي مع الوقت. طيب بيعمل ايه كسايد افكتس؟ بيعمل سايتوكاين ريليس الرجي تمام، سايتوكاين ريليس سندروم دي بتبقى الرجي، حاجه كده شبه الانافيلاكسس تمام. انفكشنز، اشمعنى انفكشنز؟ عشان بيكسر البي سيلز. ماشي، الانفكشنز دي بتبقى مور كومن بايه؟ بتبقى مور كومن بالسيتوميجال فيروس والجي سي فيروس. الجي سي فيروس ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها بروجريسيف مولتي فوكال لوكو انسفالوباثي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. احنا قلنا السايكلوفوسفامايد بيعمل هيربس زوستر، انما ريتوكسيماب بيعمل ايه؟ بيعمل سي ام في وجي سي فيروس، الاثنين بحرف السي. جميل. فيفر عشان لو جاله انفكشنز، هيدك، نوزيا، فوميتنج وابدومينال بين، هيباتيتس زي الاذى تايبرين، عشان كده برضه لازم تطمن على الليفر فانكشنز في الاذى تايبرين كانوا بعد اسبوعين 3 اسابيع، هنا ما قالكش رقم الحمد لله. يعني بيعمل برونكو سبازم ده سايد افكت مميز له، بيقلل الاميونو جلوبولينز، بيعمل نيوتروبينيا تمام، فبرضه ده بيعمل نيوتروبينيا، الاسترويدز بيعملوا نيوتروفيليا، هنا بيحصل نيوتروبينيا. جميل. الحته دي رخمه بس يعني انصحك ان انت ما تذاكرهاش دلوقتي، ذاكرها اما تاخد درس اميونو سبريسنتس في الفارما، الموضوع هيبقى ألذ واحسن بكتير، لان الادويه دي مشروحه هناك بالتفاصيل، هنا احنا ما نقدرش نشرحها بالتفصيل عشان هنخش في متاهات وشرح ما ينفعش او مش مكانه دلوقتي. كده احنا خلصنا
الدرس بتاع الجلوميرولونيفريتس، هنحل بس حبة كيسز مع بعض ويلا بينا. ماشي، ده بقى شوية أسئلة بسيطة كده عشان نرفرش دماغنا بعد ما خلصنا. أول حاجة، كان إيه الموست كومن كوز أوف جي إن في الأدلتس؟ كان الأي جي إيه نفروبي. طب كان إيه الموست كومن كوز أوف نفروتيك سيندروم في الأدلتس؟ كان الممبرنس. طيب في البلاك، في الأفريكان أمريكانز، كان فوكال سيجمنت الممرين سكليروز. طيب في الشيلدرن، مينيمال تشينج ديزيز. جميل. السؤال اللي بعده، ايه هو من اللي جاي مش بورت من الجلوميريولا فلتريشن بارير؟ طيب كان ايه الجلوميريولا فلتريشن بارير؟ بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من البيزمنت ميمبرين، من تحت الانثيريا سيلز، ومن فوق الفود بروسيس بتاعت البودوسايتس. يبقى البيزمنت ميمبرين تمام، الانثيريا سيلز تمام، فود بروسيس تمام، الميزانجيال سيلز مش بورت من الفلتريشن بارير انما كانت موجوده بس لسه بورت. طيب الميزانجيال سيلز كانت بتبقى افكتد في انهي ديزيز؟ في الاي جي اي نيكروباثي، اللي هو كان اسمه التاني، كان اسمه التاني ميزانجيو بروليفراتيف جلوميرولو نفرايتس. جميل جميل. طيب ايه من اللي جاي ده كاركترستيك اوف نفريتك سندروم؟ كان ايه هي كاركترستيكس اوف نفريتك سندروم؟ كان اربع حاجات، هيماتوريا، مايلد بروتينوريا واديما، وهايبرتنشن وازوتيميا. طيب ايه هنا من دول هي الهيماتوريا؟ كان هايبوتنشن؟ لا كان هايبرتنشن. هايبو البومينيا؟ لا دي بتحصل مع النفروتيك بس. بروتينوريا اكتر من 3.5؟ لا دي بتحصل مع النفروتيك بس. طب كانت ايه الفيتشرز بتاعت النفروتيك سندروم؟ كانت بروتينوريا اكتر من 3.5 جرام بير 24 اورز بين و بير 1.73 متر سكوير، هايبو البومينيا، ايديما، هايبر كوليستروليميا، هايبر كواجيلابيلتي، وميونو ديفيشنسي. عظيم. في البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس، ايه هو الميكانيزم اوف انجري للجلوميرولاي؟ هل هو سيركيوليتنج انتيجين انتي بودي كومبلكسز، ولا ان سايتو، ولا سيل ميديتد، ولا نون اميونولوجيكال؟ لا والله هو اميونولوجيك. طيب كان انهي؟ طيب كان انتيجين انتي بودي كومبلكسز، ما كانش سيل ميديتد. طيب كان سيركيوليتنج ولا ان سايتو؟ لا والله كان سيركيوليتنج، كان تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. طيب كان ايه السيل ميديتد اللي عندنا؟ كانوا الانكا اسوسييتد فاسكولايتس، اللي هم الشير ستراوس والباجنر والميكروسكوبيك بولي انجيتس. كان المينيمال تشينج كان سيل ميديتد انجري. كان في حاجه تانية اعتقد كده؟ لا ما فيش. وكان الفوك، وكان الفوكال سيجمنتال، ان احنا قلنا الفوكال سيجمنتال هو سيفير فورم اوف مينيمال تشينج، فالاثنين ليهم نفس الباثوفيسيولوجي. جميل. ان الحاجات دي بيعمل low levels of complements. احنا قلنا low levels of complements بيحصل مع حاجتين، بيحصل مع infections كلها ما عدا ايه؟ ما عدا الابسس. الابسس كان بيبقى فيها complements normal او elevated، عشان احنا قلنا بيبقى الكومبلمنتس دي acute phase reactants بتزيد في الابسس، وفي نفس الوقت الكومبلمنت والimmune complex formation بتبقى مش كتيره، فمش بيحصل complement consumption. يبقى الانفكشنز عموما بتقلل الكومبلمنت واللوبس. طيب ايه هنا infection او لوبس؟ هل المينيمال تشينج بيبقى معاه لو كومبلمنت؟ لا. طيب هل الاي جي نيفروباثي بيبقى معاه لو كومبلمنت؟ لا. هل الهيلوكشن لاين بيربرا بيبقى معاه لو كومبلمنت؟ لا، الهيلوكشن لاين ده عباره عن فاسكولايتس ملوش علاقه بالكومبلمنتس. امال الديفيوز بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس ده كان اسم، ده كان نوع منه ايه؟ كان البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. تمام. طيب ايه هي الكونتنتس بتاعت الكريسنتس في الرابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس؟ هل كانت نيوتروفيلز؟ هي هنا بس في غلطه، هي نيوتروفيلز كانت بتبقى ممكن تبقى كومبوننت من الكريسنتس. تمام. هي ما فيهاش انتيجين انتي بودي كومبلكسز وما فيهاش بونوسايتس، هي عباره عن فايبرين، ماكروفاجز، مونوسايتس، فايبروبلاست، ونيوتروفيلز. جميل جميل. طيب الجلوميرولار هيماتوريا كانت ايه الفيتشرز بتاعتها؟ والله كان عندنا ديسمورفيك ار بي سيز، اللي هي كان اسمها التاني الميكي ماوس او الاكانثوسايتس، كانت لازم تبقى نسبتها قد ايه في اليورين؟ اكتر من 5%. طيب كان يبقى في ار بي سي كوستس؟ كان يبقى في بروتينوريا؟ كان يبقى في بلود كلوتس؟ لا. طيب كان ايه تاني الفيتشرز بتاعت الجلوميرولار هيماتوريا؟ ان هي تبقى براون، وبتبقى اول اوفر، وبتبقى سموكي، لو عملت لها سنتريفيوجيشن بتتفصل. تمام تمام. ايه هو اللي كان اسوسييتد مع لينير باتر في الاميونو فلوريسنس؟
يعني جلوت باستير سيندروم، انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين، يعني ميو كومبلكس بتبقى لازقه في البيزمنت ممبرين بتاخد شكل خط. البوست ستريبتوكوكال كان بيعمل جرانيولر، الواجنر جرانيولوماتوزس كان انكا اسوسييتد فبيبقى بوسي اميون فبيبقى نيجاتيف اميونوفلوريسنس، اللوبس بتعمل جرانيولر. طيب كان الاميون كومبلكس نوعها ايه في البوست ستريبتوكوكال؟ كانت اي جي جي، في اللوبس كانت اي جي جي واي جي ام واي جي اي وسي 3، البوست ستريبتوكوكال كانت سي 3 و اي جي جي. الجود باستير تبقى غالبا اي جي جي وسي 3 برضه بس تبقى لينير مش جرانيولر. جميل. ايه الديزيز اللي كان بيعمل اي بروبلم وايه بروبلم وهيماتوريا؟ كان ديزيز كده صغير قلناه في النص في نص النفريتك كده، كان ايه؟ كان الالبورت سيندروم. تمام، يعني خليك عارف برضو ان الالبورت بيأثر على الاي والاير والكيدني مع بعض. طيب كان ايه هو الفيرست لاين تريتمنت للهايبرتنشن في النفريتك سيندروم؟ كان الايس والاي ار بيز. ممكن نستخدم كالسيوم شانل بلوكرز والله بس مش هم الفيرست لاين، الفيرست لاين هم الايس والاي ار بيز. جميل. طيب هل ممكن استخدم الايس والاي ار بيز لو مفيش هايبرتنشن؟ لو في بروتينوريا. جميل. طب كان ايه التارجت ان انا اوصل له الهايبرتنشن في الجلوميرولونيفريتس؟ اقل من 130 ل 80. طب كان ايه التارجت بتاع البروتينوريا؟ اقل من 1 جرام بير ديسيمتر. احنا كده خلصنا باذن الله، يعني اكون شرحت كل حاجه باذن الله، وباذن الله الموضوع يبقى سهل وبسيط ويتفهم. لو قصرت في حاجه فده يعني كل انسان بيغلط، لو حد عايز يفهم اي حاجه ممكن يبعت لي او يبعت في الكومنتات هنا. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.